السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الشورى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حميم. عين سينقاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. رحيم. ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا وما أنت عليهم بوكيل. وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. لتنذر أم القرى ومن حولها
فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يبسط الرزق
شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم والذي أوحينا إليك وما وصينا به وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى كبر على المشركين ما تدعوهم إليه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب ويهدي وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ فلذلك فادع فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم واستقم كما أمرت
آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم حجة بيننا وبينكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها لا يؤمنون بها لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون ويعلمون أنها الحق والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده
وهو القوي العزيز. وهو القوي العزيز. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.